تحترم فيها حقوق الإنسان، تقوم على ثوابت يجتمع عليها كل الأفراد في هذه الشعوب، وهو قائم والحمد لله. ولذلك ممكن أن تتعاون الشعوب وتتناصح، ونحن ندعو إلى ذلك، ولا نكن أي سوء ولا أي كلام غير لائق بإخواننا في هذه الشعوب الذين هم منا ونحن منهم، ونريد أن نقترب منهم حتى يكون لنا مستقبل ظاهر ويكون لنا مستقبل مشرق، ويكون لنا كذلك دور في هذه المنطقة، لأن إمكانات هذه المنطقة ضخمة جدا. وفيما يخص الإمكانات، كان من بين الأسئلة، وهذا سأختم به هذا التدخل، سألني الصحفي المغربي قال: كيف الجزائر لها فائض من الأموال، لها 150 مليار دولار، وهي لا تتكفل بحاجات المواطنين إلى غير ذلك؟ نعم، الظاهر أن الجزائر لها هذا الخزان من الأموال. فهجمت قلت له: ما يؤسفني ليس وجود هذا الخزان الأموال وعدم استغلال حسن الاستغلال كما هو الحال للأسف، لكن ما يؤسفني أن بلدا كالجزائر بإمكانه أن يكون له خزان أضخم بكثير من هذه الأرقام. الجزائر بإمكانها أن تكون دولة قوية وقوية جدا، أن يكون دولها دخلها القومي أكبر من دول أخرى مجاورة حتى في أوروبا من حيث طاقاتها، طبعا إذا توفر الجهد الحقيقي للشعب الذي يشتغل وينمي ويطور ويكون في أمن في بلده ويجتهد ويكون يفجر العبقريات ويفجر الطاقات. 150 دولار في خزينة الجزائر ليست أمر كبير، بل هو أمر تافه بالنسبة للجزائر لو كان الرجال القائمون كما يريد، كما ينبغي أن يقوم عليه الموضوع. وإلا لماذا يكون الدخل القومي للجزائر أقل من دولة كإسبانيا مثلا؟ ونحن نعلم أن الدخل القومي لإسبانيا مش يقارن بالجزائر، يقارن لربما بالعالم العربي كلية. لماذا؟ وش عندها زيادة علينا إسبانيا؟ وش عندها؟ عندنا كل ما عندها وأكثر بكثير. ولكن للأسف تسلطت علينا أنظمة قامت بمعجزات. ما هي هذه المعجزة؟ هي أن أفقرت بلدا غني، بلد غني رجعته فقير، ورجعته في مستوى متدني. ويعني ثروة الجزائر ليست هي البترول، ثروة الجزائر هو أرضه هو شعبه، لأن هذما الأمرين اللي به تقوم دولة وتبنى دولة قوية، وتأتينا إن شاء الله أرقام سنفخر بها وسنعتز بها بقوة اقتصادنا. لكن عندما يكون الجزائري هو المحرك لبلاده وهو صاحب القرار في بلاده. فكان هذا ملخص حتى كرد على محاولة للأسف لبعض الصحفيين في البلد الشقيق المغرب. ولكن طبعا نحن في حركة رشاد حريصون على أن يكون خطنا واضح، وأن لا تدخل أي شائبة في ذلك، وأن يفهم إخواننا المواطنون ما نريده، وكذلك أن نبين أن منطلقنا منطلق مبدئي، ليس منطلق نفعي ولا لمجاملة نظام على نظام، إنما نحن نريد تغييرا في بلادنا وفق معايير واضحة ومنشورة، وبطرق كذلك نبيلة ونزيهة، طرق لا عنفية تحفظ إن شاء الله دماء الجزائريين، وتنطلق بهم إن شاء الله إلى بر الأمان، إلى بر دولة قوية نكون إن شاء الله أعزاء فيها، فخورين بوطننا الذي من المفروض أن يكون في القمة وليس في الحضيض كما هو اليوم. فإن شاء الله هذا الذي نرجوه، خاصة ونحن في هذه الأيام المباركة من أواخر شهر رمضان، وأتمنى لكم رمضان مبارك، وأن يكون ختامه إن شاء الله في العمل الصالح وفي العبادة، وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله مجددا بعد عيد الفطر. إلى ذلكم الحين نشكركم على وفائكم لقناتكم قناة رشاد، وإن شاء الله تكون لنا فرص أخرى للتناصح، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.